وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السائل الكريم يسأل يقول: رجل توضأ وبعد الوضوء دهن قدميه بالفازلين ثم لبس الجوربين على طهارة ثم نام وقام بعدها ليصلي صلاة مفروضة، هل يمسح على الخفين يعني الجوربين أو يلزمه خلعهما والوضوء من جديد؟ لا، ما يحتاج، طالما أنهما كما من حيث المغير بن شعبة إني أدخلتهما طاهرتين، طالما أنه توضأ ثم لبس الخفين. ولكن ننوه على مسألة: بعض الناس يتوضأ القدم اليمنى وبعدين يلبس الخف الأيمن ثم يتوضأ القدم اليسرى ويلبس الخف الأيسر، نقول هنا المسح لا يجوز، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام: أدخلتهما طاهرتين. إذن كيف يكون جواز مسح الخفين بعد أن يغسل القدمين يلبس الخف الأيمن ثم الخف الأيسر؟ ليس أنه يلبس الخف الأيمن بعد غسل اليمنى والخلف الأيسر بعد غسل اليسرى، لا، بعد أن يغسل القدمين جميعا ثم بعد ذلك يلبس الخفين أو يلبس النعلين أو الجرموقين أو الجوربين أو الموقين. هذه نقطة مهمة لابد أن ننوه عليها في هذه المسألة. نقول هنا يجوز له أن يمسح يوما وليلة، لحديث صفان بن عسال المرادي: يوما وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليهن للمسافر. ومتى يبدأ حساب المسح؟ قيل من اختلف فيها، قيل من أول حدث بعد اللبس ولا من أول وضوء بعد اللبس؟ قالوا الصحيح والله أعلم من أول وضوء بعد اللبس، يعني إنسان توضأ وغسل قدميه ثم لبس الخفين من صلاة العشاء وظل على وضوئه حتى أذان الفجر مثلا، انتقض الوضوء هنا بعد صلاة الفجر، نقول من أول وضوء جديد يبدأ يحسب يوما وليلة، إذن هنا يجوز له المسح. طيب كيفية المسح؟ يسأل السائل الكريم يقول: هل المسح على الخفين من صفة أن يضع يده اليمنى على ظهر القدم الأيمن ويده اليسرى على ظهر القدم الأيسر في نفس الوقت، أو أنه يمسح اليمنى ثم يمسح اليسرى؟ الصحيح أنه يضع الكفين على القدمين، الكف اليمنى على القدم اليمنى ظاهرها والكف اليسرى على القدم اليسرى ظاهرها، ويمسح بهما جميعا في وقت واحد من الأصابع إلى أعلى الساق، هذا هو المسح الصحيح. يقول علي: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره، وإن رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يمسح على ظاهر خفيه عليه الصلاة والسلام. هذه صفة المسح مرة واحدة، لما يفعل بعض الناس يمسحونه ثلاثة مرار، لا، مرة واحدة جميعا معا. تجد بعض الناس أحيانا يمسح اليمين باليمين وبعدين يمسح اليمين باليسرى باليمين، أو تجده أنه يمسح كل واحد على حدة، لا، المسح يكون باليدين جميعا، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى في وقت واحد ومرة واحدة من الأصابع على ظهر القدم إلى أعلى الساق. وفق الله لكل خير وزادنا وإياكم علما وعملا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.